عسلامة. الله يحفظك إن شاء الله. لباس عليك؟ والله غنعمة. الحمد لله. عسلامة بنوتة. شراكي لباس؟ الحمد لله. وانتي؟ والله غير لباس الحمد لله. قدموا لي رواحكم. ما كذا؟ قدم لي روحك. جينا من الجزائر. إيه؟ إيه. جينا نحوسوا. جيتوا تحوسوا في تونس؟ في تونس، كنا في سوسة. تونجي وتونجي تنحكي فيه هذا الكل. خنقدم البنوتة. أنا هناء هو جدي. نعم. جينا نحوسوا، كنا رحنا لسوسة. رحنا لسوسة بعد قعدنا 3 أيام، قعدنا 3 جور بعد رحنا لسوسة ورحنا الحمامات وذكا أنا جينا. ملا مسيو، قلت لي أول مرة جيوا لتونس؟ أول مرة جيت لتونس. علاش جيتوا تونس؟ شنو سمعتوا عليها تونس؟ حوسوا كي عادوا درينا شي قراج هنا نحوسوا. عادوا عطلة. جينا نحوسوا ونفرحنا بالبلاد هذه. علاش اخترتوا تونس؟ اخترناها خيرناها. سما تونس احنا وياها جيران، جيران الجزائر. معناها جيتوا تونس خاطر تحبوا تونس ولا خاطرها قريبة؟ نحبوها نحبوها بزاف. نحبوها نحبوا ناسها. والله نحبوها ونحبوها. حتى احنا نحبوكم برشا. الله يحفظكم ان شاء الله. حابين نحكيوا على علاقة الجد بالأحفاد نتاعو. كيفاش تكون علاقتك بالحفيدة نتاعك؟ هذه بنت بنتي، بنت بنتي. هذيك اللي قبل بنتي. قداش عندك من حفيد؟ الأولاد و أولاد أولادك، قداش عندك من واحد؟ عندي 7 أولادي، أولادي 7. وأولادهم؟ أولادهم كاينين، أولادهم واحدة عندها 4، واحدة عندها 5، واحدة كل واحدة كل واحدة و... كيفاش علاقتك بيهم؟ ناويهم بيقع والله. إيه علاقة مليحة حلوة. حلوة. حلوة برشا. متعلقين بيك. يشتوني حالا. وراك مدللهم أنت. مدللهم وراهم كل ليلة، كل ليلة يديروا لي في التليفون. والله على كل ليلة سألوا لي. مكانة الجد مهمة في حياة حفيده؟ والله غنم النعمة كاع. هكا ولا احكي لنا انت ياي. نحبوا جدنا، نحبوا نروحوا ليهم، شغل كي يروحوا نحس بلاصتهم فارغة. انتم تسكنوا بعيده معناها على جدكم ومميتكم؟ لا ما واحد اخوه 2 كيلومتر. شنو يعني لك جدك في حياتك؟ هو في بلاست بابا، في بلاست شغل نستشيره في كلش. نحبه برشا، هو حنون علينا. كيفاش حنون؟ يعني يحبنا، يحب يشرينا، يحب يتهلا فينا، يحب يخرجنا. ديما يحب يخرجكم؟ نعم. كيفاش يجي يقول لكم نحب نخرجكم؟ هكا قلنا نمشي نروحوا نحوسوا ونخرجوا ندوروا. نعم. شكون يحوس بك اكثر، بوك ولا جدك؟ احنا كي نعودوا رايحين دائما ندوه معانا، صافي نحوسوا كلنا مع بعض. معناها لازم انت تكون موجود. موجود وين نروحوا يكون موجود معاه. ما كانش ما فماش خروج. طول كل ما نجيش انا ما يجيو ما يروحوش. تصمت لنا تكون حلوه بيه. نعم. مين جده؟ ويني جده؟ جدا ما جاتش معنا، قعدت في المنزل وجينا حنايا. انتم واش كون جيتوا تو؟ جيت انا وبابا وامي وجدي واختي. نعم. ماماتك ما حبتش تدخل معنا في الحوار. نعم. حشمت. حبش تحبوا. كيفاش تدلل فيهم؟ والله غير نعمه كاع. اللي عندي اللي يطلبوها نعطيها له. قال ما كاين ان شاء الله قال. مظهر لي عنده جد في حياته. نعمه كاع. نعم والله نعمه والوالدين. شكون اقرب واحد ليك منهم هما الكل؟ احفادك ولاد ولادك؟ هذا والله غيا والله غيا والله غيا الكل. عاد ما كان شاء الله قال. مش يقولوا الحفيد الاول هو اكثر واحد مدلل؟ قاع الاولاني، الاولاني ولد ولدك الاول. ولدي الاول كان واحد يقولوا محمد، هو ولدي الاول قاع كبير. هو الاول عام. والثاني عقابه هذاك اللي قبيل. هذيك البنت اللي قبل هي الاولى كاع. ومن بعد واحد مع واحد جاي. ما يميزش بيناتكم؟ لا الحمد لله. حقيقة؟ كل سواسية، كل سواسية. والله غير نعمة. والله غير نعمة، ربي يعطيك ما تمناي. وين مشيتوا في تونس؟ مشينا لسوسة، قعدنا 3 جور. ومشينا للحمامات. وبعدها انا هنا في ان شاء الله بالك اليوم بالك نروحوا الجزائر. اليوم نروح في ساعه في ساعه مثل الاولاد يقراو. يوم الاحد نقراو. هذه تقرا نهار الاحد. نقراو بالاحد في الجزائر. احنا عطله بالاحد. لا احنا نقراو الاحد للخميس. عطله احنا عندنا احنا بالخميس والجمعه.
إيه؟ حاج شنو كنت تسمع عليها تونس قبل ما تجيها؟ شنو كنت تعرف عليها؟ شنو يقولوا لك؟ والله ما بكنشتوها. احنا اخويا يجي هنا برشا كان يحكي لنا عليها وانا جنة ظنيها. مرحبا بكم في كل وقت. والله غالب ما جيتش يا حاج، عمرك ما جيت لتونس؟ ايه الله غالب كانت الظروف ما كانش اللي يجيبني، ساعة نسيبية يجيبني طلبية حق. نسيبك؟ نسيبية معناها بنتك اللي كانت معانا. هي هذيك بنت اللي قبيل أمك أنت؟ أنا أم هذه. إيه فهمتك. وتوا شنو اكتشفت في تونس؟ شنو هكا برشا حلوة برشا، إن شاء الله نزيدو نزوروها إن شاء الله. والله غادي يعني دخلت في القلب تاعي بالليل. والله والعبيد حبوك؟ والله وقلت له روحوا شاعمة بورقيباه نجي للي. مرحبا بيكم. درنا في الليل هو قال لي روحوا ديريكت، قلت له روحوا شارع بورقيباه لازم نشوفه. لازم. عجبني عجبني حطها قاع بالحق. والله على عجبني. يشبه للشارع نتاع الجزائر ولا ايه؟ يشبه شويه بصح حنايا حلوه. والله غالي حلوه الزين نحسبها انا ديما فيها شويه حاجه. حبينا نبدلوا الجو. لازم هكا تكتشفوا حاجات جدد. اي حاجه تشوفها ان شاء الله. احنا طنجي وزاد حذيكم ان شاء الله. الله يعطيكم. نتمنى ان شاء الله. مرحبا بكم. كليتوا هكا ماكله تونسيه ولا ايه؟ كلينا والله نسيت ايش سموه. كسكسي؟ لا مقرونه؟ حوت؟ اي كلينا الحوت. كلينا الحوت. والله حلو. رخيص على بلادنا هذا رخيص. حوتنا ارخص؟ ارخص يا حسن. والله فرحتني. رخيص رخيص. احنا غالي شويه. إيه. عندك الدرام تاعو هنايا قالين علينا احنا. درامنا احنا ما فهمنا لهمش. ما فهمنا لهمش. خلطوا بعضكم في الفلوس. ان شاء الله بركه ما تطلعوش عطيتو بالزايد. خاطر اخرى نزيدو نولوا. ان شاء الله. الله يا رب. نولوا. معناها الجايه هذه شجعتكم باش تجيو مره اخرى. نعم نجيو. جيبوا الفلوس بزاف. والله غادي نجيو. لم الفلوس ويجي ويجا. قلت لها قلت البارح في الليل قلت لها نجيبوا الفلوس ونولوا. والله. نلموا الفلوس من الجزائر ونجيو نحطوها في تونس. مش خساره كي نغسلوهم هنا. والله مش خساره. الله يعطيكم ما تمنوا. وناسكم رحبوا بينا برشا. احنا نحبوا برشا الجزائريين وديما نرحبوا بهم. انا سي ندخل له البيس اللي ندخل له يرحب. قرب 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 قرب. مرحبا مرحبا. والله غني. مرحبا بكم زاد عنا احنا. سلمك. نخلي لكم كلمه الختام. الله يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم ما تمنوا. الله يعطيكم ان شاء الله ما تمنوا. ربي يفضلك. ربي لقينا في ساعه خطره اخرى. ان شاء الله. نشكركم برشا ونسلم على امي وبابا وفاميلتي في الجزائر كل. ان شاء الله اولادي يشوفوني هنا. اكيد باش يشوفوك. اكيد والله ان شاء الله اولادي يشوفوني قاع هنا. اكيد يشوفوك. اكيد وربي يطول في عمر جداتنا. امين يا ربي. ربي يخليهولك. امين ان شاء الله. الله يحفظك. صح.